السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هناك أبيات شعرية عن القناعة لرابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وكرم الله تعالى وجهه، حيث يقول: دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع، ولا تجمع من المال ولا تجمع من المال فلا تدري لما تجمع، ولا تدري أفي أرضك أم في غيرها تسرع أم في غيرها تسرع، فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع، فقير كل من يطمع، غني كل من يقنع. كان معكم أخوكم موسى الشاب يحييكم بتحية السلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.